عقدت مجموعة الأعمال الأسترالية اجتماعا لها في أبو ظبي بحضور رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا والشيخة لبنى القاسمي، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتي ارتفعت إلى 2,300,000,000 دولار فقط في ولاية غرب أستراليا. وتتميز تلك الولاية بأنها مورد أساسي لأكسيد الألمنيوم للإمارات، بالإضافة إلى أنها مصدر مهم للغذاء. تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة على تعزيز علاقتها التجارية مع جميع دول العالم، وذلك لما له من أهمية اقتصادية تجعلها في مقدمة الدول الكبرى. إمارة أبو ظبي التي لها علاقات قوية مع أستراليا اهتمت بشكل خاص بولاية غرب أستراليا الذي وصلت فيه قيمة التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 2,300,000,000 دولار أمريكي، أي ما يمثل أكثر من نصف إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وأستراليا بشكل عام. وتتميز غرب أستراليا بوجود مشاريع استثمارية فيها تقدر ب 200 مليار دولار أمريكي. إحنا الشريك الأول بالنسبة لي في المنطقة في الشرق الأوسط مع أستراليا، تربطنا بأستراليا صداقات قوية على مستوى الحكومة وأيضا على مستوى رجال الأعمال. أستراليا أيضا تعتبر من المناطق التي توجه لها كثير من الإماراتيين في فترة الصيف، لأنها لها مناخ معاكس من ناحية يكون عادة برد موجود هناك، ففي كثير من الإماراتيين يذهبون إلى أستراليا. أستراليا الغربية أو الجزء الغربي منها، نحن اليوم طبعا نتشرف بوجود البريمير أو حاكم منطقة غرب أستراليا، وهذه منطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإمارات. مثل ما سمعنا إلى حديث اليوم، كثير من المعادن والألنجي أيضا من ناحية النفط السائل موجود مركز أكثر في غرب أستراليا، هناك علاقات قوية جدا أيضا حتى من نواحي التعليمية. وارتفعت صادرات ولاية غرب أستراليا إلى الإمارات بمعدل سنوي بلغ 25%، أما وارداتها من الإمارات فارتفعت بنسبة 49% خلال السنوات الخمس الماضية، في وقت تهدف فيه ولاية غرب أستراليا إلى أن تكون شريكا استراتيجيا في مبادرات الحكومة الإماراتية القائمة على التنويع الاقتصادي، خصوصا في قطاعات السياحة والتعليم والنفط والغاز والأمن الغذائي، لا سيما وأن الإمارات هي عاشر أكبر سوق للأغذية من ولاية غرب أستراليا، وفاقت وارداتها منها في العام 2010 ما مجموعه 127 مليون دولار أمريكي، كما أنها تعتبر أكبر سوق للماشية والثاني أكبر سوق لمنتجات اللحوم. تأمين الغذاء مهم جدا في الإمارات، لا سيما أنها لا تنتجه، ونحن في غرب أستراليا نعد من أكفأ المنتجين، لكن هذا قطاع محفوف بالمخاطر، وإذا ما تم ترتيب عقود تقلل المخاطر على المزارعين فقد يتم خفض التكلفة التي يدفعها المستهلك، وهذا من شأنه أن يمنح الاستقرار للجميع. الإمارات تحتاج الأراضي والإنتاج من هذه الأراضي، وبعض الاستثمار مع المزارعين قد يحسن جودة الإنتاج ويقدم ما يرغبه السوق بالضبط. من جهة المنتج والمزارع أعتقد أن غرب أستراليا يمكن أن تقدم الأفضل لتلبية حاجات الإمارات. وتلعب ولاية غرب أستراليا دورا مهما كمورد أساسي لأكسيد الألمنيوم للإمارات، ففي العام 2010 وصلت صادرات ولاية غرب أستراليا من أكسيد الألمنيوم لدولة الإمارات إلى 778 مليون دولار أمريكي، مما جعلها ثاني أكبر دولة مستوردة لهذه المادة بعد الصين.